سيداتي يا نساتي سادتي أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عودة لكم مجددا في مدرسة الشوط الخامس للخيال المتدربين للخيال المهجنة الأصيل المستهد الإنتاجة الدرجة التكافؤ تصنيف 50-70 المسافة 1600 متر. ينطلق الشوط مع الجوادة رقم 12 الجوادة كرونيك فليم وفي المركز الثاني وتابعة الجواد رقم 8 نابيان أورتور وفي المركز الثالث الجواد وطني مركز سادة مربط انجاز والمدرب جاسم الغزالي وفي المركز الرابع الجواد الباشا ملك عبد الرحمن بن سالم السويدي زهير محسن في المركز الرابع. لا تزال صغيرة مع كورنيك فليم الان في المركز الاول وهي محمد عبد الله جاسم الغزالي في المركز الاول وفي المركز الثاني الجواد دامبيان اوراتور ملك ابناء الدكتور فهل بن عبد الله العطية الان وتقدم للجواد الجواد حالك من كم قرن والبانديميول البانديميول بالمركز الثالث وتقدم للجواد الجواد رقم 10 عربي ملك حسن بن علي العبد الملك ونايف العنزي الخيال السعودي الخط المستقيم باتجاه خط نهاية كرونيك فليم الان وحالك بوضع اليد حالك الان فريقه يحاول كرونيك فليم الان وحالك حالك ينطلق فريقه يحاول فريقه وحالك هاولا يحاول ناصر بن عبد الله الثاني والجواد حالك الان حالك والخيال الخيال جوني شمده واو